تليفوني فين؟ لا ما عرفتش. الحمد لله. لا لا ولا عليك ده حلوه دي حلوه. والله لو عملتها كل يوم. تمام. احنا موجودين. في منطقة عزيزة علينا مدينة نخل. وسعيدة أكثر إن إحنا في مجلس مدينة نخل مع الأستاذ نصر الله رئيس مجلس مركز ومدينة نخل والإخوة الزملاء العاملين في مجلس مدينة نخل على هذا الاهتمام بأهالينا وإخواتنا أبناء مدينة نخل في القرى والتجمعات البعيدة. وبعتبر إن إحنا إن كان إنجازنا إنجاز بسيط بمساعدة أهلينا، لكن أنا فخورة إن إحنا بنهتم بأهلنا وإن الدولة بتعطي هذا الاهتمام لأهلينا.